على شوط تلو الآخر في هذه الأمسية الجميلة والرائعة، انطلاقة شوطنا العشرين في تعداد أشواط مساء هذا اليوم وختام هذه الأمسية مع سن اللقاية. شوطنا العشرين شوط خاص باللقاية، البكار، المهجنات، الأصايل، تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية ثمينة في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. صدارة هذا الشوط والبداية والمقدمة وأرهنية التحديات الحاضرة منذ البداية والتنافس والصراع المرير على مقدمة هذا الشوط، ولكن اللي قادت المجموعة السلطنة بالشعار مبارك بن عامر بن تعيب الحبسي، من يأتي بتقدم السلطنة اللي بدأ تتسلل وتتقدم وتنطلق بناموس هذا الشوط تليها مع المركز الثاني. مع المركز الثاني تاتي الخزنة لحميد بن سعيد بن حرمر الشامسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث أرى التسلل والتقدم مغيمة في هذه الأجواء الغائمة، عبد الله بن محمد بن سعيد بن أجمع الخيارين يقدم غيمة. مع المركز الثالث رابع الانطلاقات، رابع التحدي لبى لراشد بن سالم بن سعد النابت المري. نسير مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز الخامس وأرى التقدم والتسلل مع الضبي شعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري، ولكن اللي تسللت من الجانب الآخر وزن صالح بن محمد بن حطم العامري ياتي بتقدم وزن اللي بدأت تتسلل بدورها مع المراكز المتقدمة. المركز السابع، المركز السابع الضبي تتسلل في هذه اللحظات بشعر سالم بن عيوب الدرعي، من يقدم الضبي مع المركز السابع وثامنا، وصول في هذه اللحظات وانطلاق وتقدم مع وضوح لسهيل بن علي بن عبيدة الغفري، يقدم وضوح تتقدم على مستوى المركز التاسع. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، تصل مهمة. سالم بن سعيد بن عمان المهيري يقدم مهمة في هذا الانطلاق مع المركز العاشر. مع المركز العاشر هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن أرى هناك أسامي 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 وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة. نعود مع المقدمة والصدارة والبداية وأرهني اللي تقود المجموعة، تاتي السلطنة، تاتي السلطنة القادمة من السلطنة، تاتي أيضا بهذا الشعار، شعار مبارك بن عامر بن تعيب الحبسي، يقدم السلطنة القادمة من ميدان المشرف بالسلطنة أيضا بهذه التحديات الحاضرة، ولكن الوصول مع الخزنة لحميد بن سعيد بن حرمل الشامسي يقدم هذا الأسلوب، ولكن وضوح اللي وضحت أمورها وانطلقت مع المركز، مع المركز الثاني سهيل بن علي بن عبيد بن حمد الغفلي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع تحديات ندى يا بن محمد بن سالم المري، ومع المركز الخامس تصل تتقدم في هذه اللحظات غيم عبد الله بن محمد بن سعيد بن لجمع الخيارين. الأسامي القادمة والتسلل مع حراير لعلي بن سالم من خلف الكعبي، يقدم حراير مع المركز السادس. المركز السابع وصول في هذه اللحظات شعار المثيمني سلطان بن خرفور المثيمني، يقدم هذا الاسم مع المركز السابع. المركز الثامن التحديات ايضا مع اقوى سلطان بن حمد بن عبيد بن حضيرم الكتبي، ومع المركز التاسع الاسم القادم في هذه اللحظات من وحمد بن سالم بن سيف بن كلثم الاخيلي، ومع المركز العاشر نختم الندى للمرة الثانية حشمة حمود بن سعيد بن محمد الحارثي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. نعود مع الصدارة والبداية والمقدمين.
ولوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير، التحديات ما بين السلطنة وما بين وضوح، ولكن السلطنة منذ البداية تقود المجموعة، تقود المجموعة بهذا التقدم. مبارك بن عامر الحبسي شاعر الميادين يأتي بتقدم وانطلاق السلطنة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، ندم مع المركز الثاني جابر بن محمد بن سالم المري، ومع المركز الثالث تنطلق وضوح، مع المركز الثالث للسير بن علي بن عبيدة الأغفل، ولكن ارصد لي القادمة حشيمة، حشيمة عبد الله بن ذهيل بن حمد الهاري يأتي بتحديات، بتحديات حشيمة من بدأ تتسلل مع المركز الثاني. اللحظات، اللحظات الأخيرة، حشيمة وندى، ولكن حشيمة بموقع الحشمة تتقدم، تنطلق بناموس هذا الشوط بمتابعة عبد الله بن ذهيل بن حمد الهاري، والفهد الفهد الفهد ما يبنان هطاري تتسلل في اللحظات الأخيرة. الفهد عبد الله بن سيف بن محمد العميمي، والسلامات لهالي سويحان، لهالي سويحان وهالي المسعودي يستاهلون سلام سلام بهذا الأداء المتميز. الفهد عبد الله بن سيف بن محمد العميمي المركز الثاني، جاءت حشيمة عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري المركز الثالث، انطلاقة أيضا وخيفة حرام بن راشد الغفري المركز الرابع، المركز الرابع ندى يابر بن محمد بن سالم المري المركز الخامس، تصل أيضا صواب عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن نعود مع الفهد وتوقيتها الزمني 7:24 بالوفاء والتمام. تهانينا لمالكها عبد الله بن سيف بن محمد العميمي، والسلامات لأهالي العين، أهالي المسعودي وأهل سويحان يستاهلون أيضا السلامات المتميزة. بينما الوصل مع المركز الثاني حشيمة، توقيتها الزمني 7:24 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول ثالث المراكز، جاءت ايضا مع هذا الانطلاق مخيفة 7:25 ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا لحرام بن راشد بن سيف الغفلي، تهانينا والناموس للجميع. والى ملخص سباق هذا المساء مع الزميل عبد الله القليبي.